الكرة الدرو. رامي هلا الواحد بيقدر يبعت رسالة لحدا عن طريق الكمبيوتر؟ رسالة؟ طبعا بيقدر عن طريق شبكة الانترنت. عظيم، بديك تعلمني شي مرة. ليش لا؟ عنه الدورات اللي عم تصير بالمراكز كتير منيحة وكتير مفيدة. دورات؟ إيه لا، شو دورات؟ أنا بدي أخلي بدي أتعلم لحالي. ليش لا؟ هلأ رح أحكي لك على برنامج الويندوز. هذا البرنامج في ويندوز 95 وفي مايا؟ قولي لأخوك ياخدنا دورة بالسيارة. هلأ؟ إيه يعني مالك ملاحظة قد إيه ضايق خلقه؟ ضايق خلقه؟ إيه هو هيك شكله دائماً. خلص ولا يهمك منروح، بس مو هلأ، بعد شوي. بدك كبار العيلة يحتجوا على عنفوان الشباب؟ طيب. أكيد يا شغالي. أهلين نارا. أهلين حبيبة قلبي، أهلين. سلمتي سالمة. وأنتي سالمة روحي. بعد 100 سنة وقت عمي. الله يسلمك يا رب. أعطيها الهدية لستك، ما في شيء من وجهك وقت عمي. إن شاء الله بعد 100 سنة. السلام عليكم جميعاً. السلام عليكم، والله ما حدا بيقول. أهلاً وسهلاً بعادل يا عادل، يا أعدل العدلاء. بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم اسرها لم يجز مكبول. هاي شادون كيف صحتك؟ كيفك؟ السلام عليكم ابو رامي، كيف صحة؟ ان شاء الله بخير. مكتب زي صحتي. مرحبا فتون، كيف صار؟ والله مهتوب يخليك متعادل. اليوم صار عليك مود الشعر. اي والله ما انعدم مبرهوم. مرحبا نعيمي. مرحبا يا عمو عادل. مرحبا استاذ. ما شاء الله ما شاء الله، الصبايا على الاخر طرز اليوم. ها الاستاذ مازن، شلونك انت واخر سياره؟ عم بتفاهم انا وياها. يا عظيم. رامي يا فندي، شو اخبار الكمبيوتر معك؟ راس براس يا انا يا هو. لا اكيد انت. وما يا خانم شو اخبارها؟ ببقى بحكي لك، بدي مر لعندك على المكتب بهالكم يوم، الموضوع كتير خطير. لطيف، اذا خطير كل قد انا برايي انك ما تتاخري تمري بسرعه. وسوسو انا عم فكر صير منيكان وتستعيلي تياب مايا. نارا بابا اشوف بالاول شو لابسه، هذا الطعم شفته عند مايا. وانت شو دخلك بيني وبينها؟ كيف ابو مازين؟ ممتاز، والشغل كمان ممتاز كثير. بتعرف عادل بضاعتنا بدي تاخذ اسم عالي كثير في اوروبا. اهلين جميله خانم. الله الله شو الاناقه هي، ولا ريتا هيورث بزماناتها. بتعرف امبارح وصلني فاكس من كريستيان بس مشان يتشكرني على الكواليتي تبع الجرابات تبع اخر دفعه اللي بعث لي اياهم. حلو. كريستيان؟ كريستيان ديور؟ ما غيره؟ هو بذاته. تصور بنفس الفاكس عم بيطلب ضعف الكمية السابقة. الله يزيدك يا ابو مازن، الله يزيدك. شكرا ابو مازن، بالساعة الخير. مرحبا شادو. سنة حلوة يا نبيلة، سنة حلوة يا حتى يجي كريم. صحي وينه جدو؟ وين بده يكون يعني يا تيتي؟ اكيد بغرفه الكراكيب. جدو جدو جدو؟ تعرف انه انا ممكن اطور لك يا جدو؟ قديش عمره جدو؟ تقريبا 80 سنة. نبيلة شرفي له ولد سمعتي. طبعا يا عمي. مكان طيب يا عمي. طيب يا المرحوم ابي كان. او كنتوا بدكم تبيعوه انت واخواتي، بس انا ما قبلت. ايه بس كان خربان. بس انا صلحته ولمعته، وهلا حابب اني اهديه لنبيلة. عن جد يا كريم؟ كل سنة وانت سالمة يا نبيلة. وانت سالم. الله يخليني اياك. الله. لا. Uh-huh.
Nothing.